خير تفضل لك. إيجابي والسيتي في حالة هجوم، والتسديدة الأولى تأتي من اللاعب الذي يجلب المتعة مرة أخرى. التسديدة حاضرة والكرة بالفعل إلى خطأ، إلى ضربة حرة مباشرة وسقوط اللاعب غوندوغان. جول 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 دبروين، نعم يتقدم ويسجل هدفه الشخصي العاشر، وبالتالي يتقدم الآن لمانشستر سيتي بالهدف الأول. خدع الجميع، شاهد حائط الصد وشاهد تمركز حارس المرمى بكل ثقة وبكل سهولة الحقيقة وبكل حرف. نلاحظ تسجيل الهدف الثاني بالكرة الخطيرة، التهيئ من اللاعب اللي هو دبروين على التنفيذ يلعبها، ولكن بالكرة الخطيرة أمام مرمى السيتي التحول بهذا جرب وتقدم إلى الأمام لمصلحة كاردف، لكن الكرة تمر بهذا الشكل. الحقيقة أن إحنا أمام ثلاث محاولات كانت خطيرة على مرمى كلاوديو برافو. لاحظ لاحظ يوم أزر يمكن شوف 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 المؤازرة في الجهة اليمنى وشوف تمركز والتسديد. جول جول ثاني للسيتي. يتابع أمامك سيلفا، الرأسية تنحط في الجول. جول ثاني للسيتي، رحيم ستيرلينج يتقدم ويسجل الهدف الثاني لمصلحة مانشستر سيتي. هي الحقيقة ثلاثة أهداف، هدفين تم احتسابهم وهدف ملغي من برناردو سيلفا وهدف الآن محي. تقدم ساني، تعرقل ساني، سقط ساني، جاءت الضربة الحرة المباشرة ويأتي الخطر الآن لمصلحة مانشستر وبرناردو سيلفا يلعبها، ولكن اصطدت في المناسبات الكبرى. الآن أغويرو والضربة الحرة، المر يمر يمرر، السقوط على أرضية الملعب، المحاولة مستمرة سريعة وربما يكون الهدف الثالث. المرور ولكن التغطية، رحيم ستيرلينج مر صح ولكن المتابعة كانت حاضرة من قائد الفريق مورسون مدافع فريق كاردف. تحولت إلى خارج مباراة كبيرة في الدوري 4-3 بالكرة الخطيرة، التسديدة حاضرة من هوري زوهوري، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. يعني 4-3 الخسارة الوحيدة كانت من ليفربول بعد 23 المباشرة لكاردف. يسجل هدف تقليص الفارق يحيي المباراة. من الكرة راح يهدى اللعب أكثر، مرة ناجح والتسديد عند حارس المرمى كلاوديو برافو. تقدم مجموعة اللاعب البديل، كل فريق أجرى عملية تبديل. مباراة هادئة في الشوط الثاني مع هذه التسديدة الأولى من اللاعب البديل بيل كينتون. الكرة إلى خارج تأتي وتخطف الفوز وتخرج الفرق الكبيرة بالتسديدة الجميلة والقوية، التسديدة الثالثة. شوف يعني هدوء لاعبي مانشستر سيتي، أعطى الفرصة لنا لمشاهدة المحاولة الثالثة. وتحية وتصفيق كبير الحقيقة للاعب اللي يسدد هويلف بخنوهات، تصل إلى جويرو مرة أخرى، يخلص جويرو والكرة لا زالت خطيرة، يكسب منها إذن الضربة الركنية لمصلحة مانشستر. لعبة عالية جدا الرأسية من المدافع، المطالبة بضربة جزاء، حكم المباراة يقول لا فيه لمسة.